سامعيني يا جماعه؟ هو يعني ايه مود اوف ميكانيكال فنتليشن؟ بنتكلم عن بيزك مود اوف ميكانيكال فنتليشن البيزك وفي ادفانس طبعا، بس يعني ايه مود اوف ميكانيكال فنتليشن؟ الواي اللي بتعمل ديليفر للفنتليشن بيه غلط. تكتب لي حاجه، لا علي صوتك عشان الباقي يسمع. سنس اوف بارامترز، اي بارامتر؟ يعني الاير وي بريشر، ال بريشر بتاعت الفوليوم غلط. ايه تاني؟ يعني ده اكتر حاجه، اكتر حاجه بنستغلها او اكتر حاجه حط العين على بريشر كنترول، فوليوم اسيست كنترول، وات ايفر. يعني ايه مود اوف ميكانيكال فنتليشن؟ طيب نرجع سؤال تاني، هو البريث عندي كام نوع من انواع البريث؟ بريث تايب النفس، اي اربعه بالظبط، سبونتينيوس واسيستد ومانداتوري وسبورتد. حلو قوي، يبقى عندي اربعه، اسيستد سبونتينيوس ومانداتوري وسبورتد، ده البريث تايب. تمام، نوع النفس اللي داخل. تمام، طيب التايمنج بقى، ما هو ذيس ذا سيكونس اوف بريث تايب اند تايمنج معايا، ده اللي اسمه مود اوف ميكانيكال فنتليشن، ده اللي احنا بنشتغل عليه اول ثرو. تمام، ان النفس يبقى اسيستد او سبورتد او سبونتينيوس او مانداتوري. وبالتالي المودز اوف ميكانيكال فنتليشن عباره عن مين؟ حد يقول لي المود اللي هو عارفه بتاع ميكانيكال فنتليشن؟ لا، خلي بريشر، انما المود بريشر كنترول او اسيست كنترول او بريشر سبورت او سبونتينيوس او سينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتليشن، مش كل دول عباره عن ليها علاقه بالبريث تايم؟ يبقى السيكونس اوف بريث هو المود اوف ميكانيكال فنتليشن بتاعنا، دي سيكونس اوف بريث تايب اند ليفل. ادخله ازاي؟ ده حاجه ثانيه غير الايه؟ السبورت. طب ايه الفرق ما بين الاسيستد والسبورتد والسبونتينيوس والمانداتوري؟ يعني ايه سبونتينيوس ويعني ايه مانداتوري؟ العيان بياخده من الالف الى الياء. طب مانداتوري؟ الجهاز من الالف الى الياء. اسيستد وسبورتد، الفرق ما بين الاثنين ايه؟ كويس؟ البيشنت يبتدي والجهاز يكمل. سبورتد البيشنت يبتدي ويكمل والجهاز يساعد. يبقى ده مين؟ ده المود اوف ميكانيكال فنتليشن، عشان كده هتلاقي اسيست كنترول بريشر او وات ايفر. طب ايه اللي بيبدا النفس؟ تريجر، يعني بدايه النفس اسمه تريجرنج، وبالتالي ده على فكره ده هيبقى ابلايد لمين؟ للميكانيكال فنتليشن. طيب بعد ما يبدا النفس بالتريجر، تمام؟ الجهاز هيفتح يدخل فوليوم ولا بريشر؟ يبقى ده مين؟ الكنترول او التارجت. هدفي ان البريشر يبقى 20 او الفوليوم يبقى 500. تمام؟ يبقى وبالتالي يبقى في عندي تريجر ميكانيزم وفي تارجت ميكانيزم. تمام؟ في حاجه تاني مين؟ تارجت. طب ايه اللي هينهي السايكل؟ او ايه اللي هينهي النفس ويقول لي الاكسبيريشن حصل؟ سايكلينج. يبقى في ثلاثه بارامترز مهمين جدا لازم اعرفهم. ايه اللي بيبدا النفس؟ ايه اللي هيتريجر؟ ايه اللي هي تارجت؟ هدفي في التارجت في الاخر ان انا اوصل البريشر ولا فوليوم؟ خلاص، وفي الاخر ايه اللي هينهي السايكل؟ ده بتاع مين؟ بتاع النفس، صح؟ هو ده المود اوف ميكانيكال فنتليشن. يعني الكومبينيشن لكل دول ايكوالز مود اوف ميكانيكال فنتليشن، بمعنى الاسيست كنترول بريشر اسيست كنترول. حد يقول لي مين اللي هيتريجر؟ ده اسيست. طب والكنترول راح فين؟ يبقى يا بيشنت يمين يا ماشين، صح؟ طيب بريشر كنترول، بريشر اسيست كنترول، ايه الليمتنج عندي او ايه التارجت؟ هو بريشر. تمام، طب ايه اللي هينهي؟ يبقى التايم هيسايكل.
يبقى هنا اما اقول لك يعني ايه بريشر اسيست كنترول مود، هتقول لي المود اللي هو ايه، مين اللي هيتريجر؟ يا العيان يا مين؟ يا الماشين. التارجت بتاعي مين؟ بريشر تارجت. السايكل ايه؟ تايم سايكل. نقلب على فوليوم كنترول، فوليوم اسيست كنترول، ايه اللي هيتريجر؟ بريشر بتاع الماشين. التارجت فوليوم اللي هينهي فلو لو يوصل 75%. طيب أو فوليوم، مش لما يخلص الفوليوم الدنيا تنهي. طب انا مش هدفي ان هو يخش ال 500، ال 500 دول يخشوا في ثانيه ولا يخشوا في ثانيتين؟ وات ايفر يخشوا في ثانيه. طب اللي يتحكم فيه مين؟ اللي يخش في ثانيه ولا يخش في ثانيتين؟ فلو. يبقى دلوقتي شالوا الفوليوم تارجت وخلوه فلو تارجت، لان انا هدفي هو الفلو. لو ازود الفلو الفوليوم هيخش بمين؟ بسرعه جدا. او اقلل الفلو الفوليوم هيخش بمين؟ فتره اطول. اتفقنا؟ يبقى اللي هينهي السايكل تايم في البريشر وفوليوم في مين؟ في الفوليوم اسيست كنترول. طب البريشر سبورت ايه اللي هيبدا؟ بريشر بس ولا الماشين يخش؟ بريشر. طيب والليمتنج فاكتور ليا بريشر والسايكلينج فلو. حلو قوي. حد يقول لي التريجرنج ميكانيزم كام؟ تريجرنج ميكانيزم التريجر اللي هيبدا للتريجر عندي اثنين كبار، يا بيشنت يا ماشين. البيشنت يبقى عندي حاجه من الاثنين، يا بريشر يا فلو. والماشين لا تايم، كل 6 ثواني ادي سايكل، يعني كل 6 ثواني هيدي سايكل، صح ولا لا؟ معايا؟ ده وبالتالي يبقى التريجرنج ميكانيزم في اي موتور ميكانيكال فنتليشن هو يا بريشر يا بيشنت يا فنتليتور. يا بيشنت يبقى مين؟ يا بريشر يا فلو. فنتليتور هو التايم. يبقى التريجرنج ميكانيزم في اي مود حاجه من ثلاثه، يا بريشر يا فلو يا ايه؟ يا تايم. صح؟ ما دام دخلنا تايم يبقى ليها علاقه بمين؟ بالفنتليتور مش بالايه؟ بالماشين مش بالايه؟ مش بالعين. دخلنا بريشر لا يبقى له علاقه بمين؟ ده بريشر تشينج، العين لازم ياخد نيجاتيف بريشر عشان الايه؟ الجهاز يحس بيه ويفتح زرار الايه؟ السنسيتيف. ما دام دخلنا ان البيشنت يبقى لازم يخش حاجه ثانيه مهمه قوي في الفنتليتور، زرار السنسيتيف. تمام؟ السنسيتيفيتي بتاعتي تمام؟ طبيعي ناقص 2 مثلا، تمام؟ ايام زمان كنا بنخليه ناقص 5 وناقص 10. دلوقتي بقينا ناقص 2، طب حد يعرف ايه الفلسفه ما بين ناقص 10 احنا قلنا كان الكونسبت ايام زمان ان ناقص 10 دي ان العيان اجبر العيان ان هو ياخد نفس ايه؟ جامد ويخرجه، اجبره ان هو ياخد نفس جامد وايه؟ ويخرجه، تمام؟ لانه عشان يفتح زرار السنسيتيفيتي محتاج بريشر عالي، ديفرنس في البريشر عالي، تمام؟ طب ما ده شيء كويس، انت بتخلي الريسبيراتري ماسل تشتغل. ليه فتيج ليه؟ ليه هيزود الاكسجين كونسامشن؟ ليه هيزود الورك اوف بريدنج؟ ليه هيزود الورك اوف بريدنج؟ طب ما خلاص ما العيال خد 10، خد 10 واشتغل. لان العيان لا يتبع قواعدي انا، العيان بقى نفسه. بمعنى ان العيان كده كده هياخد في الاول سمول تايد فول، او يعني ياخد نيجاتيف بريشر قليل، الجهاز مش هيفتح له يقوم واخد نيجاتيف بريشر اعلى، الجهاز برضه مش هيفتح له الجهاز يقوم واخد نيجاتيف بريشر اكتر. طب الثلاثه النيجاتيف بريشر او الان افكتيف ايفورت اللي خلهم دول يعملوا ايه؟ ياخدوا اكسجين يطلعوا ثاني اكسيد الكربون، خلاص بدون جين، وبالتالي يحصل بيشنت فنتليتور اسينكري. وبالتالي قال لك لا ده انا عايز اول ما العين يفتح افتح له الايه؟ السكه على طول. عشان كده قللنا من 10 لمين؟ ل2. فافتكر دايما رقم 2 بريشر ناقص 2 فلو 2 لتر. طب الفلو، فكره الفلو مين؟ ان في كونتينوس فلو من الانسبيريشن للاكسبيريشن ليم، الانسبيراتوري ليم للاكسبيراتوري ليم. لو ال10 رجعوا زي ما هم
العامة ما خدش حاجة فخلاص مش هيديله مين النفس. لو العشرة رجعوا بالسرعة بتاعتك 8 يبقى العين بايه؟ بياخد عايز ياخد نفس فتفتح له ليه؟ ده فكرة الايه؟ الفلو تريجر والبريشر نيجاتيف ماس 2 بيبدأ بيفتح له السكة. تمام؟ يبقى التريجرنج عندي يا بيشنت يا مين؟ يا ماشين. البيشنت يا فلو يا مين؟ يا بريشر. والماشين هو تايم. طيب الاسيست كنترول سؤال، انا حطيت عيان على اسيست كنترول وات ايفر بريشر او فوليوم والريت كان 10 العيان بياخد 15 مين الدومينيتنج؟ يعني 15 دول جايين منين؟ من الماشين وخمسه من العيان ولا العيان واخد ال 15 كلهم ولا يعني ايه؟ مش ده سؤال؟ ها؟ العيان صح؟ تمام؟ هنا يبقى عندي حاجتين، هل العيان ريجولر ولا الريجولر؟ يعني لو العيان بياخد نفس ريجولر خلاص؟ وبالتالي انا المفروض ان انا احطه على 10 10 يبقى كل 6 ثواني الجهاز ايه؟ يدي. طب افرض العيان ما خدش في 6 ثواني الجهاز يديله، طب افرض ان هو خد 2 سايكلز الجهاز خلاص يأجل السته للليتر اون للليتر اون للليتر اون للليتر اون. تمام؟ وبالتالي لو العيان ريجولر بريذنج يبقى ال 15 دول توتال بتوع مين؟ بتوع العيان. لو العيان مش لو على الريجولر بريذنج ممكن يبقى في كومبينيشن ما بين العيان ومين؟ والماشين. اتفقنا؟ خلاص؟ يبقى الاسيست كنترول الريسبيراتوري ريت قد يختلف يا اما توتال بالعيان يا اما كومبينيشن ما بين العيان ومين؟ والجهاز. ده اسيست وات ايفر بقى بريشر وفوليوم او بريشر سبورت فنتليشن توتال العيان. وبالتالي بدل توتال العيان ايه اللي لازم يحصل؟ قول يا اسمان. ما هو بيشن تريجر لازم يبقى عندي ايه؟ اتاكد من ايه؟ يعني عيان مثلا على سيرفرو فاسكولار ستروك احط على بيشن سبورت ولا لازم اتاكد مش الكونشس انت ريسبيراتوري سنتر ريسبيراتوري سنتر ده شغال لان لو مش شغال الابني خلاص هيبقى في ابني الابني هيبقى في ابني باك اب تمام بس هي هيبقى الابني ممكن انا اكون لاقي الابني باك اب اصلا وبالتالي عيني ايه يخش مني في مين في ابني مدينه صح فبالتالي لازم اما استخدم مود بريشر سبورت فنتليشن لازم عيني يبقى مين ما يبقاش فولي كونشس انما عنده انتكت ريسبيراتوري سنتر هنا اعرف منين الانتكت ريسبيراتوري سنتر بي بوينت 1 صح في حاجه في ميجرمنت هتلاقيها كان كله في الفنتليتور على فكره حاجه بي بوينت 1 اللي هو بريشر جنريتد باي ريسبيراتوري سنتر في اول 100 ملي سكند تمام لو اكتر من 2 او من 3 خلاص يبقى ده العين ماشي الدنيا معانا مين كويس ففي حاجه اسمها البي بوينت يا نظري شفت كل مود بيجيب حاجته تمام طيب في بريشر سبورت التايم فوليوم اللي داخل بيعتمد على مين نعم لا التايم فوليوم اللي داخل بقى العيان يا جماعه مش احنا قلنا مره ثانيه نرجع تاني ان البريشر خلاص اما يخش البريشر ده هو اللي يدخل لي الكومبلاينس بتاع العيان والريزيستنس كل ده بالكومبلاينس والريزيستنس التايم فوليوم هيبقى موجود هيبقى فاريبل من سايكل للثانيه انما البريشر هيبقى كل ما زود البريشر كل ما التايم فوليوم يبقى مين يبقى عالي كل ما قل البريشر كل ما التايم فوليوم يبقى مين يبقى قليل تمام وبالتالي في البريشر سبورت محتاج حاجتين انتك ريسبيراتوري سنتر وابقى شايف التايم فوليوم بتاع العيان ازود واحد طيب لو انا حطيت عيان بريشر سبورت فنتليشن على سي او بي دي هو هو نفس البارامترز اللي حطها على عيان انترستيشن لانج ديزيز ولا لا؟ ده سؤال نميس لا ليه؟ قول لي علي صوتك كويس وبالتالي انت محتاج بريشر اعلى عشان تبقى مش مهم لا غلط ايه تاني؟ الاشاوس مانو الفلو ايوه نرجع تاني الريسبيراتوري سايكل خلاص السايكلينج التايم بتاع الانسبيريشن ده بيعتمد على مين بيعتمد على الفلو خلاص هو هنا فلو سايكل اما يوصل 25% من البيك فلو
يبدا يسايكل يعني يقول لي الاكس بارح هيطلع تمام. طيب لو عيان ايروي اوبستراكشن انا عايز الانسبيريشن كتير ولا الاكسبيريشن هو اللي كتير؟ وبالتالي اخلي السايكلينج بتاعه بدري اخليه 50% من الاكسبيريشن يسايكل عشان ايه؟ ينهي الانسبيريشن ويطلع لي يطول لي مين؟ الاكسبيريشن. طب العيان بتاع الانترستيشال انا عايز امنتين تايد الفوليوم فتره اطول فهم عامل مين؟ سايكلينج بدل ما هو 25 اعمل لي مين؟ خليه 10 مثلا تمام؟ ازود الانسبيريشن انا مش قلقان من الاوتوبيب اللي عند العيان، العيان ده ما عندوش اوتوبيب. اتفقنا؟ وبالتالي في بقى هنا لازم نيجي حاجه اسمها اكسبيراتوري سنسيتيفيتي. في البريشر سبورت فنتليشن. الاكسبيريشن لازم ابقى سنسيتيف قد ايه؟ عند 25% ولا عند 50 ولا عند 10 ولا فمهم في الموت قلنا كل موت بيجيب السيكونس بتاعه، في الموت ده مهم قوي ان انا عارف البريشر قد ايه، ابقى عارف البيب بوينت 1 اللي هو البيب بوينت 1 وابقى عارف كمان الاكسبيراتوري سنسيتيفيتي بتاعتي ايه اخبارها، اخليها 25 ولا اخليها 50 في العيان بتاع الايروي اوبستراكشن ولا حتى ايفن 75 ولا اخليها 10%. وبالتالي الفنتليتور بيفرق على مين؟ على الاكسبيراتوري سنسيتيفيتي بتاع السي او بي دي، انا عايزه 50 عند 50% عند 60% عند 75، عايز انهي الانسبيريشن بسرعه عشان الاكسبيريشن يبقى طويل تمام، ومعليش البريشر كمان لان مش عايز تايد الفوليوم عالي، التاني لا ممكن اعلي البريشر واشوف الايه واخلي الاكسبيريشن حتى كمان اقصر لان الدنيا اسرع كتير، لان الميكانكس نرجع تاني الميكانكس بتاعت اللنج تستحمل ان الريسبيراتوري بتاع العيان. عشان كده العيانين هو العيان انترستيشال ده تجبنك ولا بريدبنك؟ تجبنك. طب عين سي او دي تجبنك ولا بريدبنك؟ بريدبنك اصلا تمام، حتى لو عنده تجبني خلاص بس التكبنيه دي ما بتزودش تايد الفوليوم ده بيزود الريسبيراتوري ريت. طب في مشكله لو زود الريسبيراتوري ريت؟ مور اوتوبي وبالتالي العيان ده انا مش عايز يزود الريسبيراتوري ريت وهنا الريسبيراتوري بتاعه اكسبتد تمام. يبقى احنا عرفنا مين ده بريشر سبورت وعرفنا اسيست كنترول بريشر تمام. طب وعرفنا اس اي ام في بقى سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتليشن، ما رايكم ايه اللي هيتريجر؟ البيشن او الماشين. طيب والفلو ليميتنج يا بريشر يا فوليوم. طب والسايكلينج يا برضه يا اما تايم لو انا بريشر يا اما فوليوم لو انا مين؟ فوليوم. انما هنا لو انا حاطط اس اي ام في بلس بريشر سبورت هنا السايكلينج هيبقى مين؟ هيبقى فلو سايكل يعني هو بالتالي هنا هتلاقي كذا سايكلينج ميكانيزم تمام؟ ممكن تلاقي فوليوم، ممكن تلاقي تايم لو انا حاطه بريشر، ممكن تلاقي فلو لو انا حاطط مع مين؟ بريشر سبورت معايا؟ طيب التايدل فوليوم اللي داخل لو انا حاطه على فوليوم كنترول فوليوم اس اي ام في بلس بريشر سبورت شكل الويف فورم هيبقى ثابت ولا مختلف؟ هيبقى مختلف، واحد سكوير والتاني ديسيلريتنج فلو تمام؟ خلاص؟ طيب امتى طب السايكلينج بقى نرجع تاني بس كده مجموعه، التريجرنج ثلاثة ميكانيزمز ايه هما؟ تايم بريشر ومين؟ وفلو. السايكلينج تايم بريشر لا تايم فوليوم وفلو. طب البريشر وقع هنا ليه في السايكلينج ميكانيزم؟ هل ممكن البريشر يبقى سايكلينج ميكانيزم؟ هو البريشر بينعكس فوليوم نعم؟ البريشر بينعكس بفاريبل اخر تمام كويس وبالتالي ما يبقاش سايكلينج ميكانيزم الا في حاله واحده بس لو انا حطيت ليميت عمل النار سايكلينج يعني نهى السايكل وبالتالي سيفتي ميجر يبقى البريشر تو بي سايكل از سيفتي ميجر بمعنى انت لما تروح على اي عيان محطوط على ميكانيكال فنتليشن وايه عنده مثلا ايروي اوبستراكشن او حاجه وكل شويه تلاقي السايكل بتختلف او البريشر الارم لو انت رجعت تاني للبريشر الارم لقيته 40 وهو بيوصل عند 40 وينهي السايكل تاني لو انت عليت بس البريشر وخليته 60 او حاجه هتلاقي الليميتنج سايكل ده
انت. يبقى البريشر مش هينفع يبقى سايكل ميكانيزم الا از سيفتي ميجر. واضحه؟ انا ميكانيكال انفيشن سبورتيف ولا سبيسيفيك؟ يعني سبورتيف ولا سبيسيفيك؟ يعني ايه سبورتيف يعني ايه سبيسيفيك؟ يا جماعه يعني ايه سبورتيف يعني ايه سبيسيفيك؟ انا بتكلم عن الناس اللي مش راضيه تجاوب. يعني ايه سبورتيف ويعني ايه سبيسيفيك ثيرابي؟ سبورتيف يعني تريت، سبيسيفيك يعني تريت ديزيز معين. بالظبط تريت الديزيز، انما سبورتيف انا بساعد لغايه اما الدنيا حد ده. لو تفتكروا امبارح خلاص في الميكانيكال فنتليشن احنا قلنا في الاي ار دي اس يو باي ذا تايم، بس during buying the time يحصل adequate gas exchange وما تعملش مشاكل كتير زي ما قال الدكتوره مين كره دين. ان المشاكل الكتيره بتاعتنا وفنتليتر نيوز لانج انجل اللي دبل انجل سور زي ما هيحسن زي ما هي ايه يدخل عين في مين في مصايب ده تمام. وبالتالي سبورتيف، فانا فدام سبورتيف مش هو اللي هيحل لي المشكله من الف الى الياء، فلازم ابقى مين ابقى فيري كوشس وانا ايه وانا بستخدمه. ان عشان كده the primary goal of the ventilator is maintenance of adequate، انما مش مهم مش نير نورمال. يعني انا لو العيان جاي 7 15 العيان على الاقل عليه الدكتور اماني وبعدين حطيته على ميكانيكال فنتليشن وفي ظرف ربع ساعه ال 7 15 بقت 7 40 يبقى كويس ولا وحش؟ انا عايز ارجعه ل 7 40 كويس زي الفل. وحش وحش ولا كويس؟ رجعت بالظبط، انا عايز اوصل لغايه 7 40 انما رجعته بسرعه جدا. بسرعه جدا دي هستنى عليه ربع ساعة تانية ان شاء الله يبقى 67. وبالتالي خلاص adequate but not necessarily normal gas exchange minimal lung injury lowest possible degree of hemodynamic impairment البيب اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هيقلل venous thin ويعمل must be avoided avoiding any distal lung work زي ما قال الدكتورة دينا اللي هو البيوتروما اللي هو release of inflammatory mediator للcirculation تمام. المود اوف ميكانيكال انفيشن سيكونس اوف بريس تايب وتايمينج اوف بريس تايب احنا قلنا عرفناه الاربعة كبار بتوعنا والتايمنج ايه اللي هيدخل اقل الانسبريشن ازود الانسبريشن تايم اند سو تمام. ده التايمز مانداتوري وسبونتينيوس واسيستد وسبورتد وده السايكل بتاع مين بتاعنا الانسبريشن بيبدا يتبع الانسبريشن الانسبريشن عن طريق التريجرنج وبعدين لما يخش يبقى في عندي التارجت. التارجت ده يا اما بريشر يا اما فلو لان احنا قلنا الفوليوم هيبقى انا هدف مش هدف تمام. نرجع طب هو سؤال كده طب خلاص هنكمل الاكسبيريشن بعد كده بايه بني عشان اطلع مين للاكسبيريشن يا اما اطلع للزيرو يا اما اطلع لمين للبيب. وبالتالي يبقى عندي البيس لاين ده مهم جدا لان قلنا البيب ممكن يعمل لي مين يعمل لي مشاكل بالفلوس تمام. يبقى تريجر الاسبيراتوري بيجن تارجت اللي هو هاو ذا هاو فلو از ديليفر ديورنج انسبيريشن سايكل وين ذا انسبيريشن نهايه والبيس لاين. يبقى عندي تريجر تارجت وسايكلين بعدين البيز لاين. تريجر يبدا تارجت اللي هو انا دخله قد ايه السايكل اللي هينهي عشان يبدا الاكسبيريشن وفي الاخر البيز لاين اللي هو موجود في اثناء مين اثناء الانسبيريشن تمام. التريجر احنا قلنا يا اما فنتليتور يا اما بيشنت تريجر والبيشنت تريجر حاجه من الاثنين. هنا الاولاني ده في الكنترول مانداتوري فنتليشن غير مسموح للعيان ان هو ياخد نفس حتى لو خد الجهاز ما بيفتحلوش. وبالتالي هنا مفيش حاجه دي زرار سنسيتيفيتي في الايه في التارجت او كنترول بنداتري فنتليشن مفيش حاجه اسمها زرار سنسيتيفيتي. هنا لو عيان حاول ياخد زي ما عايز ياخد بس مش هياخد ايه وبالتالي في عندي ان افكتيف ايفورت. ولو انا هستخدم طب ما هو ده احسن حاجه ان انا هسديت العيان وبرلايز العيان واحطه على مين على التايد الفوليوم اللي انا عايزه والاسبيرات ريت اللي انا عايزه وبالتالي عيان مش هينترفير معايا. ده كويس جدا كويس ولا وحش؟ لا مش كويس. ليه مش كويس؟ ليه؟ انتوا دايما توقفوا المراكب السايره قول عايز العيان ياخد معايا اصلا. طب ما هو اساسا مشكلته ان هو كان بياخد معايا بس بياخد بطريقه غلط. ايوه تمام بالظبط. ممكن يحصل دفراجماتيك باراليسيس مع انه احسن مود له مين للسينكرونايزيشن. مفيش سينكرون. ما انت هنا عندك فنتليتور وعندك بيشنت. البيشنت لا يتبع الفنتليتور. انت كميديكال كفيزيشن انت اللي تجيب الاثنين مع بعض ما تسيبش كل واحد يشتغل مين لوحده. فده مين؟ ده التريجرنج ده الماشين والبيشنت. احنا قلنا يا اما العيان ياخد نيجاتيف بريشر احنا قلنا زي ما بالظبط قلنا اثنين او فلو زي احنا قلنا البيس فلو بتاعنا تمام. اسيست كنترول احنا قلنا ده الهبرد تريجرنج ما بين ده وما بين ده. لو البيشنت تريجر ذا فنتليتور خلاص خلاص ده فلو تريجر بريف الابسنج تايم ذا فنتليتور انشيت ان اسيست تمام.
يبقى الاسيستنت بريث هو عباره عن ان بنفس الكنترول بتاع مين؟ بتاع الفنتريكل من الالف الياء، انما الادفانتج ان العين هو اللي يبدا ياخد مين؟ ياخد النفس فقط، هو اللي يفتح الايه؟ يفتح الباب، انما اللي يخش الاسبيرنت فايل قد ايه؟ اكسبيريشن قد ايه؟ تبع مين؟ تبع الايه؟ البريدتر. ده الاسيست كنترول. تمام؟ احنا قلنا اسيستنت بريث، وده دايما ممكن نلاقيه في مين؟ في الماشين بكذا ايه؟ بكذا صوره، ممكن تلاقي نيجاتيف بريشر في عيان، وبالتالي يبقى ده الاسيستنت، لو ما فيش يبقى ده كنترول. ده اتكلمنا عليه، والتارجت بتاعنا احنا قلنا يا اما فلو يا اما فوليوم. تمام، يا اما فلو يا اما بريشر. تارجت فلو، تمام، فلو تارجت. ده نفس الفكره دي. انهي ايكويشن؟ ايكويشن اوف مين؟ اوف موشن. طب هنا الفلو والفوليوم هيبقوا مين ثابتين في الحكايه دي؟ في الايه؟ في الفوليوم كنترول. فوليوم اسيست كنترول، تمام، يبقى بالتالي انا بظبط الفلو يبقى ثابت والفوليوم بيبقى ثابت، يبقى الفاريبل الريزيستنس البريشر والمين والكومبلاينس. معايا يا جماعه؟ يبقى دول اللي بتابعهم بعد كده. تمام؟ طيب هنا في الفوليوم اسيست كنترول لازم يسمح لي بان انا اختار الفلو، شكل الفلو ايه؟ يا اما كونستنت يا اما ديسيلريتنج فلو. لو انا حطيت العين على اسيست كنترول فوليوم يبقى لازم يديني مين؟ يقول لي اختار شكل الايه؟ الويف فورم، يا اما سكوير يا اما ديسيلريتنج فلو. في البريشر غير مسموح، هتلاقي وهتلاقي الصوره ان شاء الله هنشوفها بعد كده. بريشر تارجت الاندبندنت فاريبل الثابت بتاعي هو مين؟ هو البريشر، وبالتالي كل دول فاريبل. الفلو يبدا عالي ويقل بعد شويه، فلازم يبقى مين؟ ديسيلريتنج فلو. الريزيستنس ممكن تختلف، التايدل فوليوم هيختلف، الميكانكس الكومبلاينس يختلف. في مين؟ يبقى الاندبندنت فاريبل هو مين؟ هو البريشر. هنا البريشر هنا هيبقى 20 غصبا عني وعن عين اي حد تاني. العين جاله نيوموثوركس 20، العين جاله اير واي اوستراكشن هيبقى 20، انما اللي هيختلف هم مين؟ هم مين؟ تمام؟ ده انهي فيهم احسن؟ الاثنين كويسين، بريشر او فوليوم. هنا نفس الفكره يا جماعه، لو العيان عض على الانبوبه، تمام؟ ده الفلو، ده الاير، ده الفق، وبالتالي يبقى البيك اير بريشر هنا يعلى، بس يعلى امتى؟ في انهي مود؟ الفوليوم مش البريشر. في البريشر ايه اللي يحصل؟ الفلو هيقل، تمام؟ وبالتالي هنا نرجع تاني، هنا البيك اير ريزيستنس عالي، تمام؟ انا عندي لو ده بريشر تارجتد البريشر ده هيبقى ثابت، يبقى لازم هنا الفلو هو اللي ايه؟ يقل، يقلل الفلو. هنا الفوليوم هيبقى ثابت، يبقى ريزيستنس الفلو هيبقى ثابت، يبقى ريزيستنس والريزيستنس عالي، البريشر لازم مين؟ لازم يعلى، ما عشان يمنتين الايه؟ الفلو ثابت يعني. ده بيشنت ريزيستنس ايفور، وبالتالي مشاكل الاسيمبلي ممكن تبقى فلو في الفوليوم تارجت فنتيشن هنشوفها بعد شويه ان شاء الله. تمام؟ سايكل بقى بتديتيرمن ان سبيرات فيس نهايته، سواء فوليوم سايكل او تايم سايكل او فلو سايكل. بريشر سايكلينج از لو قلنا يديني بس كده ايه؟ ريليز او ريليز ميكانيزم، سيفتي ميكانيزم في مين؟ في جزء الايه؟ السايكلينج. تمام؟ وده ده بريشر، ده بريشر كنترول، ده البيز لاين. الاكسبيريشن هو الايه؟ جزء البيب، ده الانسبيريشن، الاكسبيريشن ده، وده الايه؟ جزء الاكسبيريشن، وده الليفل بتاع مين؟ بتاع البيب. وده عندي قلنا كل المودز بتاع الميكانيزم بتخش بريشر سبورت، فوليوم اسيست كنترول، بريشر اسيست كنترول، بريشر ريجليتد، وبعدين عندي اير واي بريشر ريليز فنتيشن وهاي فريكونسي او هاي اوسيليشن فنتيشن او هاي فريكونسي. دول المودز اللي احنا بعد الصاله ان شاء الله سيشن بنأجل هنشتغل على او هنشوف بقى براكتيكال على فوليوم اسيست كنترول يطلع لي ايه؟ بريشر اسيست كنترول ايه اللي المفروض ان انا اعمله فيه؟ وازاي ازود طيب الفوليوم وازاي اقلله؟ والبريشر سبورت كمان فنتيشن والهاي فلو نيزل جانيولا هيبقى ايه الاخبار؟ ان شاء الله ده بعد الايه؟ بعد الصاله. حد هيسأل حاجة؟ يا جماعة أدرانا الصمت على القاعة. بس الفكرة أنا ممكن أعمله مربع أو سكوير أو ممكن لا، وممكن ديسل ريتنج والفلو ثابت برضه، تمام؟ بص أنا بس هنا هنشوفها أكتر على مين؟ على ال على الفنتيكو في حد ذاته، تمام؟ حد هيسأل حاجة؟ قول لنا يا جماعه كده خلاص كده.
دكتوره امالي مش عايز اسالي حاجه مش كل شويه تسالي. لا الحمد لله. انا كده بفضل في الارض حسب المنطقه. ايوه تمام. حاجه بنشوفها الاستاتيك كومبلاينس. تمام. طيب الاستاتيك كومبلاينس علاقته بالدرايفنج بريشر هو هو نفسه. ما هو بص يا جماعه الدرايفنج بريشر هي الاستاتيك كومبلاينس مقصود بيها ايه يا جماعه؟ بتسمي حلو انهي بريشرز؟ بتاع ال حلو انا البلاتو البلاتو ماينس البي البي تمام هيديني مين؟ كومبلاينس. طب والفوليوم اللي فوق؟ يعني انا هقول ان احنا نعمل الفوليوم هنشوفه يبقى كومبلاينس البريشر ويعمل كومبلاينس الستاتيك بريشر بالظبط. لا انت عندك تايد الفوليوم فوق وتحت كومبلاينس تحت الكومبلاينس البريشر تشينج وهنا الكومبلاينس. فلو ضربت ده في ده دي فوليوم يعني في الدرايفنج بريشر. ما هو البلاتو ناقص البي ايه؟ هو درايفنج بريشر خلاص. وبالتالي تايد الفوليوم اللي يخش يبقى بقى ايه؟ يبقى 280 يبقى 200 يبقى 300 وات ايفر عشان تحافظ على مين؟ ونرجع تاني ما يبقاش ايه بريدكتيف او الايديال بودي ويت. ايديال بودي ويت زي ما قلنا بالظبط كده ممكن يعني يبهدل الدنيا تمام؟ طيب هوريكم حاجه بس في الايديال بودي ويت. بص يا جماعه لا هنعتقد او هنقول ان العيان 70 كيلو الايديال بودي ويت او بريدكت بودي ويت 70 كيلو وانا هدي 6 مللي بير كي جي وهو عيان اي ار دي اس وبالتالي هيبقى عندي مين؟ تايد الفوليوم اللي داخل له اكوردنج اللي هو لانج بروتكتيف استراتيجي 420 متر. عيان سيفير اي ار دي اس عيان مودريت اي ار دي اس عيان مايلد اي ار دي اس السيفير تقريبا تايد الفوليوم اللي المفروض يخش له هو 280 مللي. يبقى هنا 420 معناها بروتكتيف لانج فنتليشن و6 مللي بير كي جي عامل ايه؟ المفروض يخش عند 280 يخش لي 280. طب بقيه ال 280 اللي هو 160 ولا 140 اللي باقيين هيروحوا فين؟ هي اوفر فنتليت ويحصل لي مين؟ هايبر انفليشن. في نفس الوقت لو عامل مايلد اي ار دي اس التايد الفوليوم 420 دول ومفروض يخش له كام؟ 3600 تمام؟ طب يعني فاهم؟ يبقى ده عاملين اندر ايه؟ واحد اندر فنتليتد واحد اوفر فنتليتد وبالتالي اما تريليت تايد الفوليوم للبريدكتد بودي ويت في عيان الاي ار دي اس ممكن يحصل لك المشاكل دي كلها ان العيان هنا يبقى هنا اوفر انفليت واحد 150% وهنا اندر فنتليت اصلا لنفس العيان اللي هو الاي ار دي اس اللي هو بس عشان انا ما عرفتش ان ده سيفير وده مايلد وده مودريت وبالتالي عندي مشاكل في مين في الاثنين فانا اندر فنتليت العيان واوفر فنتليت مين؟ العيان الايه؟ الثاني تمام؟ بس ده بس اللي عايز ايه؟ اوريه لك عشان كده نستخدم الدرايفنج. نعم دكتوره منى عشان كده نستخدم الدرايفنج بريشر يعني عشان كده نستخدم الدرايفنج بريشر بالظبط. هل في طريقه ثانيه اعرف ان انا حاطه تايد فوليوم زياده او قليله غير ان انا استخدم الدرايفنج بريشر؟ العيني فرقه لا انشورنس سايد العيني فرقه وكده يبقى انت وصلت العيان يبقى انت كده عرفت ديفنتلي اوفر بنتيشن معايا خلاص اتفقنا يا جماعه يلا بينا بقى نسال راح فين الدكتور اماني ما تزوريش لا 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 لا